حكاية التويت اللي هم كتبوها بقى عنكم؟ عمار ممكن يحكي لك الموضوع ده. والله بعد ما قعدنا نتمرن فترة ونجهز لأول حفلة لينا، جينا في آخر بروفا قبل الحفلة، الحفلة دي كانت في الزمالك. فخارجين من البروفا لقيت باتريك واقف ماسك الموبايل باصص كده ومتنح، ايه يا جدعان هو في ايه؟ بودي داخل وراه نفس الكلام، اللي هو كل حد بيجي يقف جنب باتريك بص في الموبايل ويفضل ساكت ويفضل متنح. هنسأل باتريك على احساسه ساعتها. بس فاللي هو ايه في ايه في ايه كول بلاي they tweeted about us. فاللي هو إيه؟ ايوه يعني إيه؟ يعني ازاي إيه؟ انا اللي هو انا يعني اللي هو انا ما ترجمتش. طيب ماشي، هم عملوا تويت عارف خلاص اوكي فاهم. لا ماشي انت مش فاهمه ايه اللي بيحصل. انا ما يعني ما استوعبتش اللي بيحصل غير لما لقيت ان التليفون ما بقاش بيبطل رن، خصوصا نوتيفيكيشنز الكلام كل حته، خصوصا النص الكلام اللي هو ما كانش يعني كانوا بيقولوا بما معناه يعني ان احنا نفسنا نيجي نلعب في يوم من الايام، نيجي نلعب في مصر. اوكي بس لحد ما ده يحصل روحوا شوفوا الناس دي. اوكي ده حلو قوي، عارفه انت خدت ختم الجوده منهم. فالموضوع مرعب. تعرفوا انا سمعوكم منين؟ كنا نزلنا فيديو الاغنيه اسمها سبايز، تصوير عادي جدا وان كاميرا متصور مسلط عليها، حتى كانت بتتهز من الصوت. نزلنا على الفيسبوك بدانا نعمل يعني الحركات بتاعتنا ان كل واحد بيغني في دوره وكده الكلام ده. بعد كده لانهم مشايرين كان مقال في الفيديو مش فاكر جريده ايه للاسف، بس فشفت التويت بعد الجام. احنا دايما قافلين موبايلاتنا في البروفا والكلام ده، بقت ايه ده؟ وده رياكشن اي حد شاف الموبايل اللي هو باتريك قال ايه ده؟ في ايه يا باتريك؟ ايه ده؟ ودي جاي في ايه ده؟ عمار وهو بيتكلم انا شايفه رياكشن باتريك على وشه اوريدي كانه دلوقتي حالا حصل.